ثالث مباريات منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، فوزين مستحقين لمنتخبنا الوطني على منتخب زيمبابوي في المباراة الأولى بهدف مقابل لا شيء، أحرزه محمود حسن تريزيجيه أفضل لاعب في منتخبنا أو واحد من أفضل اللاعبين في منتخبنا الوطني. ثم في المباراة الثانية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وفوز أيضا ثمين بهدفين مقابل لا شيء على منتخب الكونغو الديمقراطية. أما ثالث المباريات، منتخبنا الوطني سيلاقي اليوم بعد أقل من ساعة تقريبا منتخب أوغندا، منتخب أوغندا المنتخب الذي ينافس منتخبنا الوطني على صدارة هذه المجموعة. زي ما حضراتكم عارفين تأهل رسميا منتخبنا الوطني إلى دور الـ16، ولكن النهاردة أو مباراة اليوم هي من ستوضح هل سيتأهل منتخبنا الوطني كمتصدر لهذه المجموعة ولا كثاني لهذه المجموعة لا قدر الله. في حال فوز أو تعادل منتخبنا الوطني يصعد مباشرة إلى دور الـ16 كأول لهذه المجموعة ليلاقي ثالث المجموعة. هقول لحضراتكم دلوقتي سيلاقي مين لكن بعد المباراة إن شاء الله. أيضا في حالة تعادله نفس الكلام، في حالة لا قدر الله هزيمة منتخبنا الوطني هتبقى بقى هنخش في حزبة وهنخش في كلام كتير جدا، ولكن لن يكون منتخبنا الوطني في حالة خسارته من منتخب أوغندا متصدرا لهذه المجموعة.